من حضرتك لكي تتقدم مع أصدقائك. معليش يا من الأخ، هل كلمة معليش تنفع في الليل؟ سامحتك يا إلهي على كمية هذه الدلوخ، لا أدري ماذا أفعل. الدلخ الأول، من أخذ من الدلوخ؟ حضر بقرة وديان. نواف الأقلمي، باليمين كسرها الله باليمين، وأنا أستغفر الله. قف هنا، هنا مركز الاتصال. التايم جاهز، 3 2 1. أسرع، الوقت يمضي. كان فسختها من قبل الوقت. أسرع، عند انتهاء الوقت تقف تماما كالخشبة، تقف تماما كالخشبة، لا أريد أي حركة، فإن تحركت أو لبست والوقت منتهي لن تحسب الذي لبسته. عند انتهاء الوقت أخبروني يا مركز الاتصال. انتهى، قف، تعال هنا، تعال هنا، هنا لا تلقي الوجه، الوجه. فلتحسم معي أيها الكنترول ولتدون، رجاء منك أن تدون. نواف أمرك، اخلع، اخلع يا نواف، هني لو انزع. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. فلتدون أخي الكنترول، أربعة خلاقين، أرجعها كل شيء مكانه، فالبنطلون مع البنطلون والتيشيرت مع التيشيرت، وأذهب إلى زملائك. هل أرجعت كل شيء مكانه؟ أحسنت، عد عد. المجند زايد، سود الله وجهك. اوكي، ذهبت فوق السطوح، فوق السطوح، تستاهل ما جاك. اوكي، التايم جاهز، 3 2 1، ابدا. كما قلت لزميلك الذي ذلف، عندما ينتهي الوقت فلتقف كالخشبة، كالخشبة الصلبة، فلا تتحرك ولا تلبس ولا تأخذ أي خلق، لأنه لن يحسب. خمسة، أربعة، ثلاثة، 2 1، قف. تريد أن تستلكع علي وأنا ملكع، تلعب علي، تحسبني من ملاعيبك، ما تدري أني على اللعاب، لعابي طابي. لا يحسب، لا يحسب. زايد، نعم أمرك، اخلع يا زايد. سبحان من أنشبنا بهذه الفقرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أيضا أربعة. أرجع كل شيء مكانه، فلتدون. عزيزي مركز الاتصال، أنا زايد أربعة
خلقين فقط. نحطها سوا البسه مره. لا تجعلوا كل شيء سواسيه. فلست والكع مني، قلت لك لانه لن يحسب. المجدد عبد العزيز الاسلمي. التايمر جاهز، رد الخلق. 3 2 1 اكشن. بطل قادم بقوه، ولكن ما هذا البناطيل الذي بدون تيشيرت؟ عندما تكون الحرب، لا عندما تكون الحرب ويقوم الناس بالضرب بالنار ببعضهم، كان ينتظرك العدو لكي تلبس. لا لا لا، قف، ارجع، تعال هنا. ما هذا الذيل الذي تذاود؟ كما قلت لك يا أخي عبد العزيز، عندما يداهمك العدو وأنت نائم في فراشك صحة، فلن ينتظرك العدو وهو ماذا يقولون؟ كاتف اليدين، كاتف اليدين، وينتظرك لكي تلبس خراجينك، بل سوف يجعل نخاعتك مطشرة في الأرض. نعم، فلذلك أريد سرعة في اللبس. نعم، أريد. ماذا بك؟ هل ستصفعني؟ حسبتك ستصفعني. لا. عزيزي مركز الاتصال، فلتحسبوا معنا. 1 2 3 4 5 خراجين. فلتسترنا أخي عبد العزيز، فلتسترنا أمام الناس، فهناك خلق لا يريدون أن يبهتوا في أنفسهم. 5 خراجين، فلتقولها معي. 5 خراجين، فلتأخذ الخراجين لكي ترجعها مكانها. فلتدون أخي مركز الاتصال 5 خراجين لعبد العزيز الأسلمي. البناطيل هنا والتيشيرتات هنا. أحسنت. المجند الأخير، قاعد عطاوي، فليحضر هنا. ماذا بك مشيص؟ تريد الفوز؟ تريد الفوز؟ الفوز يبوله واحد مستقيم وهو مشيص. التايم جاهز؟ 3 2 1 اكشن. شد حيلك، كما قلت لكم اذا داهمك العدو وانت ليس عليك خلق، يرجى أن تكون ذا فطرة وذا سرعة لكي تلبس خراجينك بسرعة، فتلقط رشاشك وتنطح العدو وتقول به. عبد العزيز الأسلمي، قلت لك صحة بس ما قلت لي ترى. على قلبك صح. أنت تعالوا هنا. ماذا بك؟ أصبحت سن العقل. ماذا بك؟ فلتتزن يا أخي، فلتمسك نفسك. الأعصاب تعورني. اثبت. هل يوجد أحدكم مع طشاش مثبت؟ لا والله. اثبت. قصف قاعد يمت وأنا أعرفني. لخ. مركز الاتصال، تعرفوا عملك، احسن مك. انطل. 1 2 3 4
خمسة خراقين. في واحدة جوا. لا تفصخ اللي جوا فاسترنا ربي يسترك في الدنيا والآخرة، قل آمين. خمسة خراقين. خراقين. اجمع الخراقين. بشكل مستقيم. بشكل ماذا؟ مستقيم. بشكل مستقيم يا دلخ، يا بشكل مستقيم مستقيم مستقيم، هكذا هكذا. الآن تم التعادل ما بين اثنين واثنين. ربي يمنع منك الدين أنت والسامعين. أرجو من مركز الاتصال بتزويدي بمن هم أصحاب الأربعة ألبسة والخمسة ألبسة. نواف الأكلبي وزايد بن ناجية أربعة ألبسة. عبد العزيز الأسلمي وقاعد العطاوي خمسة ألبسة. فكل شخص منكم سيأخذ كل على كل لبس واحد 100 نقطة. 400 نقطة لنواف الأكلبي، وأربعمائة نقطة لزايد، وخمسمائة نقطة لعبد العزيز، وخمسمائة نقطة ل قاعد العطاوي. تشاور يعني ما. أما الآن فأريد من جميع الجنود يطسون هناك، وأنادي كل واحد باسمه يجيني.